تواصل وحدات الجيش العربي السوري تصديها لإرهابي داعش بكل بسالة وصمود. كاميرا الأخبارية السورية تواجدت في تل البروك، هذا المعقل الذي كبد الإرهابيين خسائر كبيرة بالأرواح والعتاد. هذا الموقع يكتب بالنسبة لهم له أهمية استراتيجية هامة جدا. أولا مسيطر على طرق الإمداد التي تمر من الجنوب باتجاه الشمال، معنويات العسكر والمقاتلين بالكامل، ضباط صف، ضباط عسكر، مرتفعة جدا جدا، بل هم أكثر من ذلك مصممون على أن يدحروا هؤلاء الإرهابيين ويستولون على مواقع تواجدهم في هذه المنطقة. إحنا هنا لا خيار لنا سوى النصر، نوعد كل السوريين بالنصر قريب بإذن الله بدير الزور. أرض الفرات، نعاهد الله والوطن أن نأخذ بسأر كل قطرة دم شهيد نزفت وروت اضطراب هذه الأرض. نحن هنا نعد الشعب السوري بالنصر. هذا الموقع المتقدم قريب من المجموعات الإرهابية المسلحة بمسافة 150 متر. حاولت التنظيمات الإرهابية الاعتداء على هذا الموقع عدة مرات وتكبدت خسائر فادحة بالأرواح والعتاد. ما بنرضى الهزيمة نهائيا، بنتصدى لجميع محاولات تسلل تبعين ومفخخات عم ندمرها. هذا التراب حلال علينا وحرام على غيرنا، بإذن الله منصورين لآخر نقطة بدمنا. الشهادة والنصر، باقون وصامدون في دير الزور حتى النصر بإذن الله تعالى. ونوعد كل السوريين والشعب السوري النصر قريب بإذن الله بدير الزور. رح نبقى قاتل ونقاوم ورح نضل صامدون لحتى آخر نقطة دم. الزور صامدون حتى النصر. صمود وإصرار على النصر ومعنويات تقارب السماء لدى أبطال الجيش العربي السوري، حماة الأرض والعرض. بالروح بالدم نفديك سوريا.